وعايل همي على اسمك يا يسوع. نعم نعم مشغول بيا وعايل همي على اسمك يا يسوع، متسمي ليك راح ارنم وافتح فمي، ليك راح ارنم وافتح فمي بذبايح ترضيك. اتكالي عليك يا سيد، هللويا انت بترفع وانت تأيد اللي بيلجأ ليك، هللويا اتكالي عليك يا سيد. العدد التاني بيقول ايه؟ مش بهون ولا مرة عليك، قلت لي نعمتي هتكفيك. مش بهون ولا مرة عليك، قلت لي نعمتي. تعالوا نقول مع بعض، اضعف ترفع، اضعف ترفع، اصرخ تسمع، اضعف ترفع، أصرخ تسمع، أصل أنا غالي عليك، هللويا اتكالي عليك يا سيد، اتكالي عليك. أنت بترفع وأنت تأيد اللي بيلجأ ليك، هللويا اتكالي عليك يا سيد. الترنيمة اللي جاي بتقول دموعي في المخادع ليها عندك تقدير، وحدك لأهاتي سامع وفي يدك ايه. طب القرار، معلش هات القرار تاني، بيقول ايه؟ ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا وبتتعامل بالحب مع أي جروح مخفية. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض، العدد الأولاني. دموعي في المخادع لها عندك تقدير، وحدك لأهاتي سامع وفي يدك التدبير. دموعي في المخادع لها عندك تقدير، وحدك لأهاتي سامع وفي يدك التدبير. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا وبتتعامل بالحب مع أي جروح مخفية، ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا وبتتعامل بالحب مع أي جروح مخفية. قلبي قصدك ودارع اتدخل يا قدير، سهل عد الموانع شيل عني أي نير. قلبي قصدك ودارع اتدخل يا قدير، سهل عد الموانع شيل عني أي نير. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا وبتتعامل بالحب مع أي جروح مخفية، ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا. عارف إنك في صفي، عارف إنك في صفي ضد قوى الشرير، تعالك بالنعمة ضعفي تحلي حلق المرير. عارف إنك في صفي ضد قوى الشرير، نعم يا رب، تعالك بالنعمة ضعفي تحلي حلق المرير. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا، هللويا اشكرك. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا وتتعامل بالحب
خلاص وراجع أنا للحضن الكبير. اشفيني من المواجع واصنع فيا في اسم الرب يسوع. تعبت خلاص وراجع أنا للحضن الكبير. اشفيني من المواجع واصنع فيا التغيير. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا. هللويا. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا وبتتعامل بالحب مع أي جروح مخفية. عايزين نقول العدد الثاني بس نفسي قبل ما نقول العدد ده سوري انا متاسف العدد الثالث. بيقول لي العدد الثالث عارف انك في صفي ضد قوة الشرير. طيب بتعمل ايه يا رب؟ بتعالج بالنعمه ضعفي تحلي حلق المرير. عايزين قبل ما نقول العدد ده مره ثاني ارفع ايدك كده معايا وقول يا رب انا مصدق انك في صفي. أنا مصدق إنك في صفي. قول يا رب أنا مصدق إنك في صفي. أنت مش ضدي. أنت في صفي ضد الشرير. يا رب اسم يسوع المسيح كل شعور جوانا وكل أرواح يا رب وكل أفكار العدو نجح في إنه يزرعها جوانا الفترة اللي فاتت إنك ضدي وإنك مش في صفي باسم الرب يسوع المسيح. الأفكار دي تتكسر من على كنيستك باسم الرب يسوع المسيح. اعلن معايا كده قول له يا رب أنا عارف إنك في صفي. اعلن كده قول له أنا عارف إنك في صفي. أنت معي ضد الشرير. الرب مع الصديق. الرب مع الكنيسة. يا رب اسم يسوع المسيح. أنت تأتي علينا تعالج الضعف بالنعمة. تعال عالج ضعفنا. تعال عالج عدم إيماننا. تعال شدد رجلينا وإيدينا باسم الرب يسوع المسيح. اعلن قول له رب أنا عارف إنك في صفي. الرب مش ضدي. الرب معي. الرب فيا. الرب مش ضدي باسم الرب يسوع المسيح. عارف انك في صفي ضد قوة الشرير. تعالج بالنعمة ضعفي تحلي حلق المرير. عارف انك في صفي ضد قوة الشرير. تعالج بالنعمة ضعفي تحلي حلق المرير. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا وبتتعامل بالحب مع أي جروح مخفية. ولأنك أعظم أب حاسس بكل ما فيا وبتتعامل بالحب مع أي جروح مخفية. قلبي تعلق بيك. قلبي تعلق بيك. قلبي تعلق بيك وعليا عليك. أنا مستنيك. نعم يا رب. أنا مستنيك تمد لي إيديك. قلبي تعلق بيك. قلبي تعلق بيك. قلبي تعلق بيك وعليا عليك. أنا مستنيك تمد لي إيديك. لأنك حبيتني قلبي تعلق بيك. لما في ضعفي شدت يا رب قلبي تعلق بيك. لأنك حبيتني قلبي تعلق بيك. لما في ضعفي شفتني ايدك الحلوه شالتني وفي حضنك ضمتني كابن مدلل ليك. كابن مدلل ليك. قلبي تعلق بيك. هللويا. ايوه انا مستني.
اتعلق بيك وبحبك يا فدية، قلبي اتعلق بيك انت كل ما ليا، قلبي اتعلق بيك وبحبك يا فدية، ملجئي وحصني صخرتي القوية، فرحي دوما فيك انا فرحي دوما فيك، قلبي اتعلق بيك انت فرحي. أنا مستنيك تمدلي إيديك. عايز أسألكم سؤال، إيه اللي يخلينا قاعدين في الاجتماع، عايز أقول إيه، متضايقين، تعبانين، متضايقين؟ الضغوط علينا، إبليس بيحاربنا، بيضغط على نفسيتنا، على أرواحنا من خلال كل حاجة، الماديات، السوشيال ميديا، الظروف، الأولاد. لكن وعد الرب لينا ايه؟ ان منتظر الرب مالهم يجددون قوة. انا عايزك تسمع صوتك للي جنبك، قول له كده، منتظر الرب مالهم يجددون قوة، يرفعون ايه؟ اجنحة كالنسور، يمشون. طب تعالوا نعلنها تاني، واما منتظر الرب فيجددون قوة باسم الرب يسوع. قول للي جنبك كده، انتظر الرب ليتشدد وتشجع قلبك، وانتظر الرب. الرب لازم يجي، الرب لازم يجي، لازم يجي، ده وعده لينا، اسم الرب يسوع. هاليلويا. ايدك في ايدي وارفعني ليك واسبيني فيك، لاسمك هغني أحلى الأغاني وأنا بين إيديك، إيدك في إيدي وارفعني ليك واسبيني فيك، لاسمك هغني أحلى الأغاني وأنا بين إيديك. خلي جمالك يكون فيا يا رب الحبيب، خلي كياني يتملي منك عنك ما أغيب. خلي جمالك يا رب، خلي جمالك يكون فيا يا رب الحبيب، خلي كياني يتملي منك
ارفعنا ليك يا سيد، ارفعنا ليك يا سيد، اسبينا فيك يا رب. خلينا نشوف جمال يسوع يا رب. أبا الآب، احنا واقفين قدامك يا رب دلوقتي بكل اتضاع وخشوع، بنرفع ايدينا ليك ونقول لك امسك ايدينا، امسك ايدينا يا سيد. انت تمسك ايدي تعدي صعاب، تفتح قدام الأبواب يا رب. أنت معايا، أنت ضماني وكفاية يا رب. يا رب افتح إيدك يا رب لينا، يا رب ثبتنا يا رب، ثبتنا في شخصك، ثبتنا في الإيمان، ثبتنا في الرجاء يا رب. اسم يسوع المسيح، كل يا رب طيارات يا رب جاي على أولادك يا رب، جاي على الكنيسة، كل طيارات خوف وكذب باسم الرب يسوع المسيح تسقط، لأنك أنت في وسطها فلن تتزعزع أبدا يا رب، فلن تتزعزع، لأنك أنت معي وأنت معنا، أنت معنا طول الطريق. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم اضطهاد أم عري أم سيف؟ لا شيء يفصلنا عن محبتك يا رب. أحبك، أنت أوفى صديق حبيبي. أحبك حتى لو في الضيق، وحبك لي أعظم شيء حبيبي يا يسوع البار. حبيبي يا يسوع البار. صليها تاني معايا. أحبك أنت أوفى صديق، أحبك حتى لو في الضيق، وحبك لي أعظم شيء. حبيبي يا يسوع أحبك، أحبك معنى كل وجود،
حبك يا رب. وحبك عدى كل بتوصل بتوصل حبيبي يا يسوع البار. حبيبي يا يسوع البار. أحبك تنتهي الألم. أحبك تبتدي النغمة. أحبك هللويا. وحبك حب للنهاية. حبيبي يا يسوع الحبيبي. حبيبي يا يسوع البار. أحبك ربي للإنسان. أحبك راحة للحير. أنت أحبك ربي للإنسان. حبك راية الإيمان. حبيبي يسوع البار. حبيبي يا يسوع البار. أحبك فوق صليب العار. وأحبك بلهيب النار. وأحبك فوق صليب. حب من الأسرى. حبيبي يا يسوع البار. حبيبي يا يسوع البار. أحبك القساوة تدور باسم يسوع. باسم يسوع أحبك القساوة تدور. أحبك ترفع المغلوب. وحبك خلى قلبي يتوب. حبيبي يا يسوع البار. حبيبي يا يسوع البار. أحبك أنت أوفى صديق. أحبك حتى الهوى. حبيبي يا يسوع البار. وحبك ليا أعظم شيء. حبيبي يا يسوع البار. حبيبي يا يسوع البار. هللويا. تعالوا نكرم الرب بتقديم عطايانا. هاليلويا. كم يحلو لي أن أشهد عنك. كم يحلو لي أن أدنو منك. كم يحلو لي أن أشهد عنك. كم يحلو لي أن أدنو منك. كم يحلو لي حبك سيدي. فلذاتي في اقترابي منك. أحبك أحبك ما أروع لنفسي.
نفسي اشتهت بظلك الجلوس من كرتوات بالحب يا قدوس هللويا. نفسي اشتهت في ظلك الجلوس من كرتوات بالحب يا قدوس. نفسي تذوب عند سمعها أي حديث عنك بين النفوس. من الرب النهارده سكيب محبه جديد بالروح القدس، المحبه التي انسكبت في قلوبنا، قول معايا بالروح القدس المعطى لنا. والمحبه لما كان جيسون بيرنم التريمه اللي فات بيقول احبك القساوه تدوب، احبك ترفع المغلوب، مغلوب من جرح، مغلوب من قيد، مغلوب في علاقه معينه، وحبك خلى قلبي يتوب وانت حبيبي يا رب. مين يقول يا رب زيد حبي ليك؟ مين من الشباب والشابات النهارده يرفع قلبه ايده يقول يا رب قلبي مرفوع تكريسا لك يا رب، حبي يكون لك، لا محبه لاوثان، لا محبه لآلهة اخرى، لا محبه لشيء او لشخص، المحبه لك انت. ماذا ارد لك سيدي؟ تعالوا مع بعض العدد الاخير ده نقوله مع بعض. ماذا ارد لك؟ ماذا ارد لك سيدي؟
أمام كثرة إحسانك ماذا أرد لك يا رب؟ أمام كثرة إحسانك أخبر عن حقك بفمي وعن صلاحك وحنانك أحبك أكد عليك النهاردة يكون قرارك يا رب حبي كله يكون ليك أنت وحدك. مين يقول أمين معايا؟ سلم على جنبك قول له الرب النهاردة عايز قلبك كله بالكامل ليه، لا شيء للعالم ولا شيء للناس ولا شيء للأشياء، لكن الكل للرب، الكل للرب. هللويا هللويا، بيباركك حبيبي. هللويا هللويا هللويا، بارك اسمك يا رب الأبد. برحب بيكم في اسم المسيح. عندي إيمان كبير الرب اللي باركنا في وقت التسبيح يكمل معنا بالكلمة المقدسة. مين مشتاق النهاردة ينال حق جديد من الرب؟ يقول أمين معايا. مش سامع أمين قوية؟ أمين. مين في اسم يسوع؟ بصلي من قلبي إنك دايما ترمي أحمالك على الرب. قول كده معايا، هرمي أحمالي عليك. مرة كمان قولها معايا كده، يلا هرمي أحمالي. كم واحد في القاعدين ما عندوش أحمال؟ حتى الولاد الصغيرين هيدخلوا المدارس بعد شوية، يبقى المدرسة بالنسبة لهم إيه؟ حمل. طب لما بنكبر الأحمال بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. وبعدين أوقات بنبقى متخيلين العيال لما يكبروا الحمل يقل، ما بيحصلش. العيال لما يتجوزوا نرتاح، ما بيحصلش برضو. ها العيال اللي بيتجوزوا بيخلفوا وبعدين بيجوا يرموا عيالهم للجدود وللجدات، وبعدين بدل ما تقول هم عيالك بس بتقول هم عيالك وعيال عارفين انتوا الحاجات دي. فبشجع نفسي وبشجعكم، عايزين كل يوم نعمل ايه؟ نرمي حمولنا على الرب، لنطرح كل ثقل. طب الامر الثاني، عايزين نقرر دايما نمشي ورا الرب. قول معايا كده، همشي دايما وراك. ده عربي، ها يلا قولوا معايا، همشي دايما وراك. يبقى هرمي حمولي عليك وهمشي دايما وراك. همشي ده وراك، هتبعك يا رب. بطأت، سرعت، وقفت، دخلت في حتة يا رب أنا بالنسبة لي غريبة، قلت لي على الأمر يبدو لي تحدي، أنا همشي دايما وراك. طب الأمر الثالث بشجعك عليه، هشهد دايما عنك. حياتك مختلفة. شباب اللي في الكليات، اللي في المدارس، وانت ماشي في الشارع، وانت في البيت، وانت في شغلك، حياتك بتشهد عن الرب، حياتك بتشع بنور المسيح. لا يمكن ان تخفي النور، لا يمكن ان يوضع السراج تحت مكيال، او تخفى مدينة موضوعة على، مش معقولة. الرب قال عننا انتم ايه؟ ايوه قولوا معايا، انتم ايه؟ وأنتم كمان ملح. فلتشهد حياتنا عن المسيح، ولتشهد ألسنتنا عنه كمان. شجعك تعيش الحياة الجميلة دي، ترمي حمولك عن رب، تمشي دايما وراه، تشهد دايما عنه. مين يتعهد يقول يا رب أنا هعيش الحياة دي معاك يا رب، أنا مش هنسى الموضوع ده، مش هنساه، مش هتربك، مش هتلبخ، مش هدخل في الدوامات. ولو دخلت في دوامة أنا مدد إيدي وعندي الوعد، مزمور 91، لأنه تعلق بي، قول معايا، أنجيه. إيه كمان؟ أرفعه، لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق. أعمل إيه؟ أنقذه.
من طول الأيام رب يشبعك ويريك خلاص. الرب هو اللي ينقذك ويمجدك ويرفعك في اسم الرب يسوع. شجعك تكون أمين مع الرب في حياتك وفي بيتك في كلامك. شجعك تكون أمين مع الرب في عطائك وعشورك ومالك. شجعك تكون أمين مع الرب في وقتك وشغلك ودراستك وفي الخدمة وفي كل شيء تكون أمين مع الرب. رب يكمل معنا الدراسة اللي فيها بيتكلم لنا ككنيسة. والحقيقة إحنا كرعاة بيتحدانا أوقات لما الرب يكون بيحط على قلوبنا رسالة تتكلم للجمع مش بتتكلم للفرد. لأن الحقيقة إن ما كانش كلنا فمعظمنا جايين بأمور شخصية عايزين ربنا يتدخل فيها ويعالجها لنا. فلو ما سمعتش شيء شخصي أوقات بتحس إنه الكلام ده مش ليا، الكلام ده للناس تانية أو في دولة تانية. بس الرب عايز يكلمنا ككنيسة. وإحنا قلنا الكنيسة متكونة مننا، إحنا المادة اللي بتكون الكنيسة. رأسنا المسيح ونحن أعضاء جسد من لحمه ومن عظمه. النهاردة الرب هياخدنا في يعني درس وموضوع رائع، هو أن الكنيسة هي جيش الرب. قول معايا كده، الكنيسة هي إيه؟ جيش الرب. إحنا قلنا الكنيسة عائلة المؤمنين، قلنا الكنيسة هي البناء اللي صممه وبناه الرب، قلنا الكنيسة هي زرعته. محتاجين نتأصل ومحتاجين نثمر. عائلة الرب محتاجين ننتمي. بناء الرب محتاجين نثبت. طب جيش الرب بقى، لما احنا نكون جيش الرب، رب عايزنا نعمل ايه؟ ايوه نعمل ايه؟ جنود، يعني نحارب. هو الجيش موجود ليه في اي بلد؟ عشان يحارب، يحفظ حدود البلد. ولو في الدستور بيتحط يقولك يحافظ على الدستور، بس الاساس هو يحمي البلد. اي اعتداء يجي على البلد تجد الجيش بتاع البلد دي عامل ايه؟ واقف متيقظ في تاهب. طب لو الجيش نايم البلد اللي حصل لها؟ ده اللي عملناه في حربنا سنه 73. اخترنا معاد بذكاء كبير، ها كان الجيش الاخر عامل ايه؟ نايم شويه كده بيعيده. فكانت الضربه كبيره واحنا انتصرنا. جيش موجود عشان يحارب، ورغبه اي جيش ان ينتصر. كل ما الجيش كان قوي انتصر، كل ما الجيش اتدرب انتصر، كل ما الجيش دخل مواقع حربيه كتيره ايه اللي بيحصل معاه؟ بيقوى بيقوى، بيتدرب، بياخد خبره، عضلاته بتكبر. وبعدين لما الجيش بينتصر النصره بتجيب ايه؟ نصره. والنجاح بيجيب نجاح، والتدريب بيقودك انك تتدرب اكتر. وانا عايز اقول لكم النهارده، عايز اقول لنفسي ان جيشنا جيش الرب، كنيسه المسيح دايما منتصره. ليه؟ لان راسنا ايه؟ منتصر. في وقت ولا طول الوقت؟ طول الوقت. علق على الصليب في منظر شكله عار، شكله هزيمه، وابليس افتكر انه انتصر، الا انه في اليوم الثالث يقول الكتاب المقدس قام الرب يسوع من بين الأموات في اليوم الثالث منتصرا على إبليس وعلى الموت وعلى الخطية. ونصرته منذ أن تمت بشكل أزلي، لكن منذ أن تمت في لحظة تاريخية إلى أبد الأبدين موجودة. وهذه النصرة هي ليا وليك. يقول الكتاب المقدس في رومية 8 لكننا في هذه، أيوة أشكركم، يعظم إيه؟ أو نكون أعظم من منتصرين بالذي إيه؟ حبنا. اللي مات لأجلي واللي قام لأجلي يستطيع دايما أن يفعل نصرته في حياتي. وهذه النصرة للكنيسة، إحنا كجماعة محلية، أو أنت لو منتمي لأي كنيسة أخرى، كنيستك المحلية وكنيستنا هنا المحلية وكنيسة الكونية العالمية في كل مكان وكل عرق وكل شعب وفي كل زمن، دايما مدعوة أن تختبر نصرة قائد الجيش شخص الرب يسوع المسيح. بس الرب عايز ناخد بالنا إن في كورنثوس الثانية صح 10 يقول بولس الرسول كلمات المعروفة لينا. من لو معك كتابك المقدس تفتح معايا. يقول الكتاب لأننا وإن كنا نسلك في الجسد، عدد 3 قولوا معايا شعب الرب يلا، لأننا وإن كنا نسلك، يعني إيه؟ إن كنا عايشين بالجسد، إن كنا نحيا بالجسد،
طبعا بنتعامل بالجسد، بنمشي، بنقوم، بندرس، بنشتغل، بناكل، بنخدم، بنعمل أعمالنا كلها بالجسد، بنتعامل مع بعض بشكل جسدي. لكن في الحرب بقى الدنيا مختلفة، لسنا، قول معايا، حسب الجسد نعمل ايه؟ نحارب. الأربعة يقول ايه بقى في أربعة؟ إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، أي أن حربنا حرب إيه نوعها يا جماعة؟ روحية. كتاب قال لنا والمنبر هنا قال لنا كذا مرة أن هناك مجال إيه يا جماعة؟ روحي. شفناه أو صدقنا أو ما صدقناهوش، إحنا غالبا مش شايفينه. في ناس قليلين رب أعطاهم اختراق يروه، هقول لكم عنهم بعد لحظات. بس المجال الروحي ده، المجال النطاق الروحي ده نطاق غير مرئي لكنه موجود. ولو أنا وإنت هناخد منهج في الحياة إني مش هصدق حاجة غير لما أشوفها، يبقى في حاجات كتير عمرك ما هتصدقها خالص. لأني مثلا إحنا تعلمنا في الطبيعة حتى في العلوم العادية إني مثلا المجموعة الشمسية بتاعتنا فيها كواكب، مش عارف وصلوا كام دلوقتي، ان كل شويه بتكتشفوا كوكب، مش عارف وصلوا 11 ولا ايه دلوقتي، مهم 9 10 11 اي حاجه. طب مين شايف اي كوكب من الكواكب دي؟ احنا مش شايفين اي كوكب، احنا الحمد لله بس شايفين الشمس وما بنقدرش نبص عليها كتير، وشايفين ايه؟ القمر. بس اكتر من كده احنا مش شايفين، احنا اصلا مش شايفين الكره الارضيه اصلا. يعني الكرة الأرضية دي إحنا أصلاً حتى لما بنركب طيارات ما بنشوفهاش. طب هي كرة أرضية ولا مسطحة؟ ده سؤال صعب. ها كرة دي كرة أرضية ولا مسطحة؟ كرة أرضية. شفناها؟ لا. مصدقين؟ آه. عادة يعني أقول لكم إبليس دايماً بيحارب المؤمنين دايماً والناس البشر في إنه لا يصدقون كل ما هو حقيقي، وأي حاجة تانية بسيطة أو كذب يشجع الناس تصدقها. فأنا وإنتم مدعوين النهاردة أن نصدق بأن هناك مجالاً نطاقاً روحياً. هذا المجال وهذا النطاق هو مكان حرب الكنيسة، الكنيسة تحارب. هو بيقول كده لينا كجمع على الثلاثة، قول مرة كمان معايا، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد، قول معايا، لسنا حسب الجسد، كلنا ككنيسة لسنا حسب الجسد نحارب. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، فنحن نحارب في نطاق روحي، في مجال غير مرئي. يعني روحي معناه غير مرئي، غير ملموس، غير محسوس، لكنه موجود. لو معك كتابك المقدس أحب تفتح معايا سفر ملوك الثاني أصحاح 6. سفر ملوك الثاني أصحاح 6، قصة معروفة لأغلبنا، بتحكي عن رجل الله إليشع، وده من ضمن الناس القليلين الرب ادهم اختراق فرأوا العالم الروحي. هو كان شايفه. طب ايه الدليل انه كان شايفه؟ قال له يا رب افتح عين ايه؟ الغلام. فبيقول في عدد 11، فاضطرب قلبه ملك أرام من هذا الأمر. ايه هو الأمر؟ ان كل مكان ملك أرام يروح يحاصر إسرائيل، إليشع يقول للملك حاسب ملك أرام هنا، فالكمين يروح. فكل مرة كل مرة، فملك أرام قال لك لا، في جاسوس بقى، في جاسوس وسطينا بيقول لملك إسرائيل أنا بروح فين واجي منين. ففي واحد من الجيش قال له لا، جلالة الملك فيش جاسوس، احنا كلنا أمنا. قال له طب ما إيه؟ قال له في راجل اسمه إليشع، هو ده اللي إيه يعني عارف الدنيا كلها. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ فقال واحد من عبيده ليس هكذا يا سيد الملك، ولكن إليشع النبي الذي هو الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور، مش بس اللي بتعملها، التي تتكلم بها في مخدع مضجعك، يعني جوه أوضتك. فقال ملك أرام اذهبوا وانظروا أين هو فأرسل وأخذه. فاكر الموضوع ملك أرام الموضوع كده سهل كده، يعني إليشع ده إيه حاجة كده سهلة وقوته سهل. إبليس أوقات يهيئ لنا أنه قادر على كل حاجة، إبليس قوي لكن مش قادر على كل حاجة،
بالعكس إبليس لا يستطيع أن يهزم كنيسة المسيح لأن الرأس منتصر. يقول الكتاب ملاك الرب حل حول خائفيه ويعمل إيه؟ ينجيهم. فأخبر وقيل له هو ذا هو في مكان اسمه دوثان. من الشباب يكونوا معايا؟ مين اللي في دوثان يا شباب؟ إليشع. فأرسل ملك أرام إلى هناك خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا. قال لك أعمل احتياطي يعني. وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. فبكر خادم رجل الله. مين خادم رجل الله ده؟ الولد اللي بيخدم رجل الله، اللي بيجيب له الأكل، اللي بيبعته المشوار. وقام وخرج، وقف كده على سطح البيت، وإذا جيش محيط بالمدينة وخيل ومركبات. فقال الخادم ليشع، قال غلامه له: آه يا سيدي، كيف نعمل؟ إيه اللي نعمله؟ حرب جديدة علينا، كل دول علينا أنا وإنت بس. فقال إليشع للغلام: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين إيه؟ معهم. فبعتقد أنه ما بين عدد 16 و17 حصل أنه حوار حصل. قال له: يا سيدي، يعني أنا عارفك أنت رجل الله، بس يبدو أنك أنت كبرت شوية، فالعملية فوتت منك، أنا وإنت بس اللي هنا، مين اللي معنا اللي أكتر وأكبر من اللي قدامنا دول؟ أنت مش شايف، أنت مش فاهم. فالكتاب يقول: وصلى إليشع وقال: يا رب افتح عيني. فيعمل ايه؟ هو ده الراجل اللي ربنا اداله اختراق، فراى المجال غير المرئي، راى المجال الروحي، راى المحيط الروحي. قال له: يا رب افتح عينه زي ما انا عيني شايفه. نصلي الرب النهارده يفتح عينك. مين يقول امين؟ ويفتح عين شعب الكنيسة هنا وفي كل مكان، بأن حربنا ليست لنا لكن الحرب المين للرب، وأن هناك حربا روحية تخوضها الكنيسة، حرب ضارية، حرب صعبة، حرب شديدة، ولكن النصر للرب. فقال له: افتح رب عين الغلام. فيبصر. ففتح الرب عين الغلام فأبصر. أبصر إيه بقى؟ بصوا الجاي رائع. قولوا معايا كده: شعب الرب، وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. واو. وإذا الجبل إيه؟ مملوء يا جماعة؟ خيل ومركبات إيه؟ نار حول إليشع. مين مصدق إن حول الكنيسة مركبات خيل ومركبات نار؟ الموضوع ده بيضيع مننا بسرعة قوي. أول ما بيحصل أي شيء يهز الكنيسة تلاقي الناس إيه؟ عارفين في ناس مرتعبة يعني بجيناتها كده، مخايف من أي حاجة، خايف من اللي جاي، وخايف من الآن، وخايف من الضلمة، وخايف من النور، وخايف من الارتفاعات، وخايف من الحاجات اللي تحت الأرض، وخايف من الأماكن المغلقة، وخايف من الأماكن الواسعة. واللهم اجعله خير طول الوقت. ليه اللهم اجعله خير؟ رب عايشك معيشك في خير، يعني اللهم اجعله خير بشتى المؤمنين، ها، وربنا يتمم بخير مش بشتى المؤمنين برضو، ربنا متممها معانا دايما بخير، ها، خير ورحمة. يعملوا ايه؟ طب ما انتوا حافظين اهو، بس الحفظ هنا مش هنا. صلي من قلبي ان الرب ينقل اللي هنا ينزله هنا، في قلبك يمتلئ بالحق. قلبي ما يقصدش العضلة اللي بتضخ الدم اوتوماتيكيا 24 ساعة 7 ايام طول العمر، لكن بتكلم على القلب، يعني كيانك الروحي يمتلئ بالمعرفة الذهنية، ليس فقط ذهنية لكن قلبية. فقال له: يا رب افتح عين الغلام يرى المجال الروحي. لكن كان في واحد تاني جميل برضو شايف. مين ده؟ دانيال. دانيال 10. تعالوا افتحوا معايا كتابك المقدس، اشجعك تجيب دايما كتابك المقدس معاك كل يوم حد. يقول الكتاب المقدس دانيال 10 من عدد 7، يقول هذه الكلمات: فرأيت انا دانيال الرؤيا وحدي. يبقى مين اللي بيشوف هنا يا جماعة؟ رجل مفتوح العينين. والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤية، لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم. عملوا إيه؟ هربوا ليختبئوا. فبقيت أنا وحدي ورأيت هذه الرؤية العظيمة، ولم تبقى في قوة، ونظرتي تحولت في إلى فساد، ولم أضبط قوة. وسمعت صوت كلامه، ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي إلى الأرض. وإذا بيد لمستني وأقمتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي، وقال لي: يا دانيال
أيها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي أكلمك به وقم على مقامك، لأني الآن أرسلت إليك. الحوار ده بيدور بين مين ومين؟ بين دانيال وبين الملاك الذي أرسل من الرب. ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا، فقال لي: لا تخف يا دانيال، لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قدام إلهك سمع كلامك. أخواتي الأحباء، الكنيسة هنا بتقعد تطلب طلبات، أنت بتقعد تطلب طلبات. من اليوم الأول اللي طلبت فيه طلبة اعرف أن طلبتك سمعت. طب الاستجابة بتيجي إمتى؟ في توقيتات الرب. الكنيسة ربما تصلي وقت طويل من أجل شيء معين، من أجل النفوس ترجع للمسيح، من أجل مناطق تتغير، من أجل أماكن تمتلك، من أجل نهضة حقيقية، من أجل حضور إلهي. نصلي من أجل أمور عظيمة تحدث، والاستجابة تأتي في وقتها، لكن الصلاة قد سمعت. فقال له: سمعت من اليوم الأول، فيه جعلت قلبك للفهم، وأنا أتيت لأجل كلامك. بعدين بيقول له عن مشهد غريب جدا، أتمنى تركز فيه معايا. بيقول له: ورئيس مملكة فارس. ده رئيس بشري ولا رئيس ملائكي إلهي روحي؟ ده رئيس روحي، يعني من جند السماء أو من الملائكة الأشرار، بس في الآخر هم كيانات أو كائنات مش مرئية. قال له البلد اللي انت عايش فيها ليها فارس، دي ليها رئيس. كلام دوت موجود في كلمة الله بالمناسبة، يعني إن لكل بلد في رئيس. الرب وزع على فكرة، لما لقى الشعب مش عايزه في سفر التكوين، الأرض رفضت الرب. في سفر التكوين لما بنوا برج بابل اللي هو معبد، كان دي نهاية رفض الناس للرب تماما. يبدو أن الرب قال: بما أن الشعب ده، يعني البشر دول رفضوني، أنا لن أملك عليهم. يبدو لما نقرأ في سفر التثنية أن الرب وزع الممالك دي على كائنات روحية شريرة، بس اختار شعب واحد يملك عليه، هو شعب بني إسرائيل. قال: إسرائيل ميراثي أنا. وعارفين النهاردة الكنيسة هي مش بتبدل، مش بتستبدل إسرائيل، لكن الكنيسة بقى مش ميراث الرب، ده هي جسد شخص الرب يسوع المسيح. هو ما ملكش بس على إسرائيل ملك عادي، لا، ده على الكنيسة عمل إيه؟ ده فدى الكنيسة، ده أحب الكنيسة، ده مات لأجل الكنيسة، قام من أجل الكنيسة، وانتصر لأجل الكنيسة. فقال له: في واحد، يعني كائن روحي رئيس فارس، وقف مقابلي 21 يوم، وهو ذا ميخائيل، واحد من الرؤساء الأولين، جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. وجئت بعد ما الحرب دارت بين ميخائيل ورئيس فارس، ميخائيل من مملكة النور، رئيس فارس مملكة الظلمة، دارت حرب، انتصر ميخائيل، والملك أرسل بالإيه؟ بالإجابة. أخوتي الأحباء، إن كنا نسلك بالجسد لكن لسنا حسب الجسد، إيه؟ إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، والحرب قائمة دائرة بين شعب الرب الكنيسة وبين مملكة الظلمة. بس أنا عايز أطمنك وأطمن نفسي، بس عايز أفرحك، مش بس أطمنك، عايز أبشرك، عايز أشجع نفسي طول الوقت أن الكنيسة دائما منتصرة. قول معايا: الكنيسة دائما منتصرة. كتاب وصف عدونا بأوصاف كتيرة، بس على الأقل أقول لك ثلاث أوصاف للعدو اللي بيحاربنا، اللي هو إبليس. كتاب بيقول عنه في يوحنا 10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. أول وصف أو الوصف اللي أحب أشارك به هو أن الإبليس قتال، يهلك. حتى في يوحنا 8:44، يوحنا 8:44 قال: ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. ده مين دوت؟ ده إبليس. أنتم من أب هو إبليس، شهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء. الوصف الثاني اللي الكتاب وصف به إبليس في نفس الآية أنه إيه؟ مش بس قتال، لكنه إيه؟ كذاب. آخر سطر في الآية، لو أنت بتتابع معايا على الشاشة، بنعمة الرب تكون تشوف الآيات على
الشاشة وانت بتتابعنا بتسمعنا. بيقول هنا ايه؟ ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه قول معايا كذاب وأبو كذاب. فإبليس يريد أن يقتل قتال، لكن إبليس أكتر شيء بيعمله أنه بيعمل إيه كمان؟ بيكذب دائما، يأتي بالأكاذيب بالإشاعات بالأخبار المفزعة بالأخبار الكاذبة بالأمور الشريرة. لكن كمان إبليس مش بس قتال وكذاب، لكنه مفترس. يقول الكتاب المقدس في بطرس الأولى 5-8، اصحوا واسهروا، قول معايا لو حافظ الآية، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول إيه؟ ملتمسا من يبتلعه، يفترسه، يقتنسه، ينتشله. نشال يعني، إبليس ده نشال، بس بيجي بخفية، بيجي مش والناس مش دريانة. فيجي إبليس إما يقتل أو يكذب، أو ممكن يقتل ويكذب وإيه كمان؟ ويفترس. ورب النهاردة عايز يقود الكنيسة اللي هي جسده، اللي هي زرعته، اللي هي بناؤه، اللي هي عيلته، وهي جيشه، إنها تعيش حياة النصرة في اسم الرب يسوع. إخواتي أنا مليان جدا بهذا الأمر، إن الكنيسة هنا في فيكتوريا تكون دايما كنيسة منتصرة. مين يقول أمين؟ إحنا كجمع منتصرين، تبقى منتصر في حياتك الشخصية، منتصر في بيتك، منتصر في شغلك، لكن إحنا كجمع كمان إحنا إيه؟ منتصرين. طب امتى ابليس بيدخل علينا ويهجم علينا؟ امتى؟ امتى ابليس يجي يهجم على الكنيسه؟ في الحالتين بالمناسبه، في حاله الضعف وحاله القوه. لما الكنيسه تضعف، لما الكنيسه تفتكر ان الصلاه شيء اختياري جمالي مكمل فتوقف الصلاه، لما الكنيسة تفتكر أنه تطبيق كلمة الله باستقامة شيء يعني ممكن نعمله وممكن ما نعملوش فنقل في جديتنا مع كلمة الله، لما الكنيسة تقرر أنها تدخل جوه العالم والعالم يدخل فيها فنعيش حياة لسنا باردين ولسنا إيه حارين، بقينا زي الكنيسة هنا بتعمل إيه؟ تضعف، منعيش بأفكار العالم، بمبادئ العالم، تصبح الكنيسة مؤسسة، شركة، بندير الكنيسة بطريقة الإيه؟ العالم. لما الكنيسة تقل في الصلاة وتزيح كلمة الله وتسيب الانشقاقات تزيد ولا تحكم على الخطية، الكنيسة بيحصل لها إيه يا جماعة؟ تضعف. إمتى يجي إبليس؟ لما الكنيسة تضعف، يقدر يحط قدم في الكنيسة. ولما الكنيسة أيضاً تقوى وتنتصر وتحقق نجاحات رائعة والرب يستخدم الكنيسة، فإيه اللي بيحصل أوقات معانا؟ ها ننام، نفتكر إن الموضوع تبقى، نفتكر الموضوع مضمون كده وإحنا نايمين، كبرياء يضربنا، إحنا عارفين وفاهمين طول عمرنا بنعمل الموضوع دوت، طول عمرنا نجحنا ويعني الأمور معانا مية مية، فإحنا هننام، هنكسل، هنتكبر. امتى ابليس يجي؟ برضو في النجاح، لما نكسل ولما نتكبر. والحقيقه ابليس بيستخدم على الاقل 3 استراتيجيات عشان يهجم علينا، 3 استراتيجيات. الاستراتيجيه الاولى ان يهيج علينا ظروف خارجيه. الاستراتيجيه الثانيه ان يشتغل من جوه الكنيسه بحاجتين بقى، يا اما بالانشقاق يا إما بالخطية. الطريقة الأولى اللي إبليس بيهجم بيها على الكنيسة هي بيهجم عليها من برة، زي مثلا ما شفنا في خروج 17. بيقول إيه في خروج 17 من عدد 1؟ بيقول وأتى عمليق وحارب كل جماعة بني إسرائيل في رفيديم. يمكن مش في عدد 1 بعد كده يعني. وأتى عمليق، ايوه على 8، اشكرك يا مايكل، وحارب اسرائيل فين؟ مين اللي جه على شعب الرب؟ عماليق، شعب اسمه عماليق، كبار عمالقه، اجسامهم كبيره، ضخام جدا، متمرسين في الحرب، قتلوا يحاربوا. ابليس عمل ايه؟ اعترض شعب الرب. خروج 17. في اعمال 8 نفس الكلام. يقول ايه في اعمال 8 من عدد 1 بقى؟ نفس الفكره بس على الكنيسه. بيقول ايه بقى هنا في عدد 8؟
وحدث في ذلك اليوم إيه يا جماعة؟ اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في إيه؟ أورشليم. أهاج إبليس شعب اللي تابعوا إن يعملوا إيه؟ يضطهدوا الكنيسة. في العهد القديم العماليق راح يحارب إسرائيل، في العهد الجديد الكهنة والكتبة واليهود الأشرار الذين رفضوا المسيح ورفضوا الكنيسة بدأوا يضطهدوا الكنيسة. بس عايز أقول لكم حاجة، من وجهة نظري إن أسهل حرب إبليس بيعملها علينا هي أن يحاربنا من بره. عارفين ليه؟ الكنيسة بيحصل لها إيه؟ بتنكسر، بتصلي، بتتضع، بنطلب الرب. أنتوا فاكرين التاريخ بتاعنا القريب دوت اللي من 2011 لحد النهاردة؟ إحنا كان أكتر وقت بنصلي فيه إمتى؟ لما بنشعر أن البلد إيه؟ دائت، لما بنشعر أن الكنيسة إيه؟ دائت عليه. أول ما الكنيسة نحس أن الأمور تمام، إيه اللي بيحصل معنا؟ ريح كده خلاص، بنيجي الكنيسة براحتنا، بنرنم براحتنا، يعني إبليس بيهيج، نعم يضطهد الكنيسة، يضطهد المؤمنين، يأتي بشعبه يحارب الناس، يحارب شعب الرب زي ما أتى بعماليق وزي ما أهاج الكهنة والكتبة إنه يضطهدوا الكنيسة. بس عارفين في الوقت ده الكنيسة أكتر وقت بتتضع، بتصلي، بتطلب الرب. الاستراتيجيتين التانيين بقى هم دول الخطرين بقى جدا. إبليس بيعمل إيه بقى؟ لو ما لقاش الاضطهاد نافع يجي من جوه يعمل ايه؟ يشق الصف او يزرع زوان، حتى الرب قال كده. طب يشق الصف، عندنا قصتين برضو، عهد قديم وعهد جديد. في عهد القديم سفر العدد اصحاح 16 بيقول ايه؟ في سفر العدد اصحاح 16 اللي حافظ معايا كلمه الله، كورح عمل ايه؟ كورح ده ابن عم موسى وهارون، قال لهم ايه؟ قال لهم مش انتوا بس اللي ينفع تقود الشعب، احنا كمان ينفع ايه؟ نقود الشعب. وحاز لقرح اثنين ثلاثة تانين، دثان وأبرام، ومتين وخمسين واحد وشعب انحازوا ليهم وعملوا ايه؟ شقوا الصف. تعرفوا سبب الامر ده كان شيء صعب، الارض انشقت وابتلعت ايه؟ الناس اللي، وفي نار كلت خيام ناس. طب عارفين الكتاب بيقول ايه في العهد الجديد؟ عشان انا بجري بسرعه عشان الوقت. في رساله كورنثوس الاولى صح واحد مثلا عدد 10 بيقول ايه بولس الرسول ليهم؟ بيقول لهم الكلمات الجايه دي اللي بيقول لهم، بتمنى ولكن انا اطلب اليكم الاخوه باسم ربنا يسوع المسيح ان تقولوا جميعا قولا واحدا ولا يكون بينكم ايه؟ انشقاقات. يجي ابليس يزرع جوانا انشقاق، انا عايز اثبت رايي والاخر عايز يثبت رايه، انا عايز اعمل البرنامج بتاعي وغيري عايز يعمل البرنامج بتاعه، انا شايف الصح وبرضه غيري شايف الصح، انا الكبير وهم الصغيرين، انا القديم وهم الجداد، انا الراعي وهم الشعب. فنبدا نعمل ايه يا جماعه؟ نحك في بعض وننشأ. وهنا ابليس بيعمل ايه يا جماعه؟ يضع قدما في الكنيسه. انا بصلي الرب يحفظ وحدتنا، مين يقول امين؟ في كروس الاولى صح 3 بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم لانكم بعد جسديون فانه اذ فيكم حسد وخصام وانشقاق. في اسم الرب يسوع كنيستنا هنا ترفض كل امور جسديه، مين يقول امين؟ لا حسد ولا انشقاق ولا خصام. نشكر ربنا اجل محبتنا بعضنا لبعض، نشكر ربنا اجل وحدتنا، نشكر ربنا اجل اعمال 9:31 معروفه الايه دي، واما الكنائس في اليهوديه والسامرة والجليل والسامرة كان لها إيه؟ سلام، وكانت إيه كمان؟ تبنى. قولوا معايا شعب الرب، وكي تسير في خوف الرب ده وبتعزية الروح القدس كانت إيه؟ تتقاس. نشكر رب من أجل هذا الأمر يتحقق في كنيستنا. بس إحنا عايزين المزيد، عايزين الأكثر، عايزين نتيقظ، عايزين نسهر، عايزين نصحو، عايزين نحارب حربنا، عايزين نقف من أجل الرب، عايزين نكون واقفين جيش الرب، عايزين نفعل نصرة المسيح. لا نعطي إبليس إيه يا جماعة؟ لا نجهل أفكاره. إن أتى علينا باضطهاد لا نخاف، إن حاول يشق الصف إحنا يقظين. بس ابليس مش بيدخل من جوه بس في الانشقاقات، لكن ابليس بيدخل في جوه كمان بزرع الزوان. متى 13:25 بيقول الكتاب، الرب كان بيتكلم عن امثال، امثال ملكوت الله ملكوت السماوات، بيقول ايه؟ واتى وفيما الناس نياما جاء عدوه، قولوا معايا، وزرع ايه؟ في وسط الحنطه وعمل ايه؟ وما الناس نيام، احنا نمنا اعتدنا، فجأت عدو وعم وزرع الزوان. في العهد القديم في قصة صعبة قوي قوي،
يشوع 7 معروفة. يشوع 7، يشوع 7 بعد ما الرب عمل نصر على يد يشوع والشعب على مين؟ على بلد صعبة وقوية جدا، بلد اسمها أريحة، ونصرة كانت غير عادية وعجيبة جدا في التاريخ، لفوا حوالين السور والسور يقع بس فناموا، فقالوا يشوع ابعت يا عم 3000 لعاي عاي، دي مدينة صغيرة جدا جدا، بس ما كانوش يعرفوا ان بعد دخولهم أريحة وحتى ذهابهم للحرب على عاي جاء عدو زرع زوان وخان بنو اسرائيل خيانه في الحرام، فاخذ واحد اسمه عخان، اخذ ايه بقى؟ اخذ اللي حبه، اخذ ثوبا شنعري ولسان ذهب وعمل ايه؟ وقامرها. فتقول لي طب ايه المشكله؟ ما الحرب الناس بتاخد غنائم. ايوه طبعا الرب قال في اوقات كتيره قال لهم انتوا تسبوا الغنائم البقر والحاجات كتيره وتاخدوا، بس في وقت قال لهم ما ينفعش تاخدوا حاجه، لازم تعملوا ايه؟ تحرموا هذا الشعب، لان الشعب ده ارتبط بالاوثان وخطيته وصلت لمستوى ما فيش بعده مستوى، لازم يكون في قضاء الهي وانا بستخدمكم حتى انفذ قضاء الهي. فاهمين؟ قالوا فاهمين. هتقضوا على الشعب؟ قالوا هنقضي على الشعب. هتاخدوا اي حاجه من ممتلكات اريحه؟ قالوا لا مش هناخد، لان كلها نجاسه، كلها سحر، كلها اوثان، كلها ارتباط بقوى الشر، الا واحد اسمه ايه؟ عخان. وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع ايه جماعه؟ زوان. طبعا انتوا عارفين بقت القصه كانت برضو مثيره جدا، انه لما يشوع عرف مزق ثيابه بعد كده الرب قاده انه يروح يكتشف الاسباط سبط يهوذا لحد ما وصل لمين يا جماعه؟ لعخان. نهايه عخان كانت ايه؟ ها نهايه عخان كانت ايه؟ موت. حكم يشوع على عخان بالموت. جماعه ما فيش حل مع الخطيه الا انها تجتث. يعني ايه تجتث؟ يعني تقتلع. مفيش تعامل مع الخطيه بمساومه، مفيش تعامل مع الخطيه بانك انت يعني تسيبها تروح وتيجي. اخواتي الاحباء، الكنيسه اللي بتسيب الخطيه تترعرع كنيسه مهزومه، الكنيسه اللي بتسيب الزوان ينمو كنيسه ضعيفه، الكنيسه اللي بتسيب اي انواع من انواع الخطيه جوه الكنيسه بدون ان تدري وتتساهل مع الخطيه كنيسه ابليس حاطط فيها قدم. عندما تدخل الحرب لا تنتصر، عندما تدخل الحرب لا تختبر حقيقه النجاح وحقيقه القوه وقوه القيامه لا تفعل. ليه؟ لانهم تركوا الزوان. فلو إبليس شن هجوم على الكنيسة من بره بالطهاد زي ما أتى عمليك وحارب الشعب، زي ما إبليس أهاج على الكنيسة اليهود وطهدوا الكنيسة، الكنيسة في الحالة دي بتركع تصلي. نعم، الخطورة الشديدة أن يأتي إبليس بالاستراتيجية الثانية، أنه يزرع شقاق أو يزرع زوان. طب ربنا عايزنا نتصرف إزاي؟ ربنا عايزنا نتصرف زي داود وزي موسى. بالمناسبة داود قاد الشعب قبل ما يكون ملك، ملك حقيقي يعني، هو مسح، مسح ملكا، بس بعد ما مسح ملك رجع تاني يرعى ايه؟ غنمات ابوه، وقعد في بيت ابوه. وطبعا هو كان اصغر من 20 أو 21 سنة، لانه ما راحش فين الحرب. ليه بنقول كده؟ لانه الرب قال لهم ما حدش يروح الحرب غير من 20 أو 21 سنة، فهو كان لازم يكون أقل من السن ده. وبعدين قتل فلسطين وحرب الشعب، وظهر مع الفلسطيني واحد برضه عملاق طوله غالبا كام؟ 3 متر، يعني طوله دور. الدور دلوقتي حتى بيبنوه 270-280 سنتي، يعني طوله دور. أو عارفين يا شباب طوله فين؟ عارفين الحلقة بتاعت الباسكت بول؟ هو راسه عنده، يعني ده يمسك الكرة كده يحطها كده، يعني ده يوقفوه هناك يبعتوا له الكرة يكسب الفريق على طول. جليات الجبار ده. فهو طوله 3 متر، طبعا بس مش طويل ورفيع، لا ده طويل وتخين وضخ، يعني ده حاجة كده دبابة ماشية بشرية كده، يعني ليه حامل ده حاجة ضخمة. بالمناسبة المفارقة، يعني لما الرب قال لصمويل انت هتمسح ليهم ملك، وصمويل كان غضبان وزعلان، فالرب قادوا الموضوع شاول لما شاول كان بيبحث عن حمير ابوه، وقابلوا بعض
الرب الكتاب بيوصف شاول انه كان اعلى من كتف اي واحد في ايه في الشعب. بس نعرف ان شاول كان موجود فين؟ قاعد فين؟ في خيمته ورا كده. طيب وبقت الجيش قاعد واقف كده. فابو داود اللي هو يسى قال له يا ابني روح خد الاكل ده لاخواتك وخد الاكل ده للرئيس الفرقه وتفقد سلامه اخواتك ورجع لي. قال له ماشي حلو. وطبعا داود غالبا كان متحمس شاب والرب كان عمل بيه امور عظيمه ما حدش كان يعرفها وراجل ولد متمتع بالعلاقه بالرب. مين عايز من الشباب النهارده يتمتع بعلاقه بالرب؟ نصره حقيقيه نصره حقيقيه. فراح اول ما وصل لقى كده دربكه وهرج ومرج. وبعدين فجاه سمع صوت الرصوت بقى الكتاب يوصف جليات بقى ايه منظر وصوت وشكل وحاجه رهيبه. طالع كل مره يعمل ايه يعير الشعب. يا انتوا عبيد شاول احنا واللي يقدر يجي لي يوري نفس وحاجات كتير. فقال لهم ولا واحد فيكم يا جماعه قادر يحارب الرجل ده؟ قالوا لا. قال لهم طب هو اللي يطلع يحاربه ماذا يعمل له؟ فقالوا له الملك هيغنيه وممكن يجوزه بنته وما يدفعش ضرائب. فقال لهم طب ومع كل ده ما حدش منكم قادر يعمل ايه؟ قادر يتقدم؟ قالوا لا. المهم لف لقى مين؟ اخوه الياب. اول ما لقى الياب قال له خد الاكل ابويا بعتني باكل وجبنه وبتاع. قال له انت ايه اللي جايبك هنا؟ قال له انا جاي ابويا بعتني. قال له تركت على مين؟ على مين؟ على الغنيمات دي على مين؟ شات غنيمات كده. قال انا عارف الياب بقى. قال انا عارف قلبك الشرير واسقاط. شخص واقف في الحرب مش داريان غير باموره. الياب ده الياب ده زي ناس كتيره في الكنيسه. يبقى ابليس بيحارب والامور صعبه علينا وعايزين ننطلق وعايزين الظلمه تغطي الارض والرب حط نور على الكنيسه والكنيسه المفروض تخرج للكرازه والابواب الجحيم ننطلق. وتلاقي اخ قاعد في الكنيسه عمال يفكر لك خدوا مكاني حطوا العيال بدلنا ما قدرونيش. وبعدين بقى تلاقيه بيسقط ما عنده على الاخرين. يا اخوانا احنا في حرب. قال له يعني فراح هو داود قال له ايه مش عايز ارجع لكم القصه بس اقروا تمويل الاول 17 بهدوء شويه. فقال له يعني انت متنرفز ليه عليا؟ وبعدين هو ما فيش سبب موجود في المكان ينفع نتكلم عنه. قال يوجد سببا حقيقيا نتشغل بيه يا الياب بدل الامور النفسانيه الشيطانيه حيث التحزب والغيره والشقاق. يعقوب 3. اخوتي الاحباء ان الدعوه اليوم ان تصحو الكنيسه من غفلتها الشخصيه، ان لا نعود بعد نفكر في ذواتنا كثيرا، ان لا نعود بعد نفكر في معاركنا الشخصيه، ان نترك كل امور طفوليه. الياب ده من مثال يعني منتشر انه ازاي ما ياخدنيش انا ملك؟ ازاي ياخدوا اصغر واحد من اخواتي؟ ازاي انا المفتول العضلات؟ طب ما كنت ورتنا. يعني لو هو مفتول العضلات وقوي قوي ما كان ورانا، كان طلع ورانا نفسه، ما عملش حاجه غير بس ايه؟ كلام. فقالوا الحرب دائره وانت بتتكلم في امور شخصيه، احنا عايزين نحارب. وانتوا عارفين بقى القصه مش هكمل. بس عايز اقول لكم داود كان عنده شجاعه وقناعة وإيمان. قول معايا كده داود كان عنده إيه؟ كان عنده شجاعة. راح لشاول. بالمناسبة الكنيسة اللي تحيا حياة نصرة ما بينفعش تلتهي تتشغل بأي شيء آخر. إحنا مشغولين بإيه يا جماعة؟ بالحرب. الحرب إحنا عايزين نكرز ونبشر ونتحد، مش عايزين نلعب كنيسة، مش عايزين ندخل في معارك جانبيه، مش فاضيين لاي امور تافهه. فداود راح لشاول قال له جلاله الملك انا هحارب جليات. اكيد شاول قال له يا عم انت مين يا ابني؟ انت اللي جابك هنا؟ انت ممنوع اصلا تدخل الجيش. قال له طيب عارف عبدك قتل ايه؟ دب ولا اسد. فالمهم يعني داود يبدو انه حاول يعرف يقنع شاول. قال له طب خلاص شاول الملك. قال له خلاص يا داود خد بقى ايه؟ خد عدتي وسلاحي. قال لبس العده والسلاح. شاول ده اطول واحد. قال له بص ما ينفعنيش انا شاول طرقك البشريه نحسبها. عارف في ناس عايشه في الكنائس نحسبها. اخواتي احنا بنسير بالايه؟ بالايمان.
أسلحة محارباتنا ليست لأننا نسلك بالإيمان لا بالعيان. كورنثوس الثانية 5 قال له بص ما ينفعنيش أنا طرقك البشرية، أنا عندي طريق تاني، أنا عندي شجاعة وعندي قناعة. قناعة بإيه؟ بأن الرب ينصرني، بأن هناك إله لإسرائيل حي، بأن هناك إله لإسرائيل حقيقي، وأن كل هذه الآلهة في شنك داجون والبعل وعشتروث وكل آلهة المصريين دي كلها آلهة فالسو. إحنا الوحيدين اللي بنعبد إله حقيقي ومنتصر. مش مصدق شاول يا ملك؟ فقال له طب روح روح وليكن الرب إيه معك. بس هو الحقيقة كان مين مع الرب؟ كان مع داود. الرب كان مع داود، عنده شجاعة وقناعة وإيه كمان وثقة. أخواتي الأحباء يا شباب يا إخوة يا أخوات، الرب النهاردة دعينا ككنيسة أن نمتلئ بالشجاعة والقناعة وإيه كمان والثقة. كان عند داود 3 حاجات. إيمان حقيقي بالرب. ما كانش الإيمان ده عند شاول لما اقترب من جليات. طبعا جليات اتغاظ قوي على فكرة، جليات، لأن هو كان متخيل أنه في بقى إيه هيبعتوا له واحد يعني على الأقل كده مثلا 2 متر طول. 2 متر طول ده عالي، ده كبير. إيه 2 متر ده؟ كتير قوي يعني 2 متر ده عال. فهو كان متوقع يبعتوا له واحد 2 متر طول وبقى جامد ويعني أي منظر. فلقى واحد طالع من بين الجيش يعني أكيد يعني برضو ربما الرب يعزيني ولاقي داود أطول مني حاجة صغيرة كده، فيعني تلاقي مثلا طوله 175 يعني أطول مني ب 15 سنتي. حلو مناسب يعني ما بصلوش كده. فلقى واد كده قال له يعني بعد كل 40 يوم وفي الآخر اخترته اللي ده. بس داود كان عنده إيمان حقيقي بالرب. قال له أنت تأتي إلي بسيف وبترس وبرمح، وأنا آتي إليك بإيه جماعة؟ باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عيرتهم. إبليس يا جماعة لا يستطيع أن يعير شعب الرب، لأن شعب الرب منتصر. مين يقول أمين؟ مين واثق في أن شعبنا منتصر بالرب؟ نصرة للرب، نكون أعظم من منتصرين. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، أقتلك وأقطع وأعطي جثث جيش الفلسطينيين. مش بس أنت، هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. عنده إيمان حقيقي بالرب. 2 عشان أختم، عنده تركيز. داود داخل إيه يا جماعة؟ مركز. لقى ألياب عمال يعمل له شوشرة فتحول وعبر عنه. مش فاضي، احنا مش فاضيين. احنا جماعه شباب اخوه اخوات شعب الرب، احنا مش فاضيين لاي معارك جانبيه تافهه. قول امين. مش فاضيين نقعد نعمل، احنا بنحارب. عنده تركيز، راجل مركز. بس الاخير داود كان عنده علاقه حقيقيه بالرب. يكفي مزمور كام؟ 23. الرب ايه؟ رعية. فلا أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت إيه؟ كمل معايا. لا أخاف إيه؟ ليه؟ لأنك أنت معي. الصلاة هي إيه؟ إيه الصلاة؟ الصلاة هي العلاقة بالرب. الصلاة مش كلمتين بنقولهم بنقعد. عنده حياة صلاة. فاكرين موسى في حربه مع عماليق عمل إيه؟ قال له أنا وهارون وحور يا يشوع هنطلع في رأس التلة ونعمل إيه؟ قولوا معه ونرفع ايه؟ ايدينا. كنا في وقت المائدة بقول لكم ارفعوا ايديكم اعلان نصرة. كل ما كان موسى يرفع يده كان اسرائيل يعمل ايه؟ كل ما كان موسى يخفض يده كان اسرائيل ينهزم. فجاء هارون وحور ودعموا ايديه واحد من هنا واحد من هنا، وفضل موسى رافع ايديه حتى مغرب الشمس، وانتصر يشوع في هذا اليوم. وبنى الشعب مذبحا واطلق على المذبح يهوى نسي، اي الرب ايه؟ راياتي او الرب نصرتي. هناك نصرة للكنيسة معدة من إلهنا المقام من بين الأموات. هناك نصرة حقيقية كشعب الرب فيها ننتصر على إبليس لأننا نجهل أفكار. ليكن لدينا الإيمان الحقيقي والتركيز الفعلي والعلاقة الحية بالرب. مين يقول أمين معايا؟
تعالوا نقف مع بعض آخر خمس دقايق وإحنا بنختم هذا الاجتماع. نقول يا رب نشكرك لأن نصرتك لينا، نشكرك لأن حياتك فينا، نشكرك لأن يا رب إحنا مش متروكين بل بالعكس ده إحنا منتصرين. أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيئا. هاليلويا، مبارك اسمك، مبارك. تعال ارفع ايدك معايا كده، سبح الرب، سبح الرب، علي اسم الرب. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. هاليلويا هاليلويا. مستحق ان تاخذ المجد والكرامه فوق كل قوه ورياسه، فوق كل اسم وسيادة. أنت قائم، أنت قائم جالس في السماوات، تخضع لك، تخضع لك كل الأشياء. فوق كل قوة ورياسة، فوق كل اسم وسيادة. أنت قائم، أنت قائم جالس في السماوات، أخضع لك كل الأشياء. الرب وقف معايا كده، وتعالوا نتحد مع بعض، كل بنك مع بعض، قول يا رب اشكرك. تعالوا نشكر الرب مع بعض لان النصره للرب والحرب للرب والنصره لنا. تعالوا نتحد مع بعض كلنا كده في الصلاه بصوت واحد، نفتح اصواتنا في هذا الوقت ونعلن ان الرب لنا وان النصره لنا وان رايته مرفوعه وان راسه مرفوع وان الجسد منتصر وان الحرب للرب وان النصره لشعب الرب. تعالوا نتحد مع بعض كلنا كده بصوت واحد، نقول يا رب نشكرك لأن النصرة دايما لينا. لن نعطي إبليس مكان، لن نجهل أفكار إبليس، لن يا رب نسير خلف أي أمور جانبية، لن نعطي الانشقاق مكان. سنحب بعضنا، سنتحد معا، قلب واحد، روح واحد، جسد واحد، فكر واحد. يا رب سنحكم على الخطية، لن نتساهل ولا نتهاون مع الخطية. يا رب إيماننا فيك وثقتنا في شخصك ليكن لدينا الشجاعة والقناعة والثقة. تعالوا نرفع ايدينا مع بعض كلنا، نعلن أن الرب رايتي والرب نصرتنا. يهوى نسي، الرب في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. هللويا هللويا. تعالوا مع بعض القرار، مستحق ان تاخذ المجد. ارفع ايدك معي وانت بتقول مستحق ان تاخذ المجد، هيرفع رايه في البيت وهو راجع يقول رب اشكرك ان رايه مرفوعه، مخلصي ذبحت على الصليب رفع، مخلصي ذبحت على الصليب. سبح الرب، حملت اللعنه العمل اكمل الشيطان.
خلصتنا وإلى التمام. أشكرك لأنك أنت منتصر دائما يا رب. بنلبس اليوم سلاحك الكامل لكي نقدر أن نثبت في اليوم الشرير. ساعدنا يا رب أن يكون لنا إيمان، إيمان يا رب عميق حقيقي مفعل مستمر طول اليوم وكل يوم. ساعدنا نركز يا رب في الحرب، لا ننشغل بأمور العالم ولا نحارب حرب العالم ولا نكون من العالم يا رب، لكن نكون لك يا رب. اليوم كمان بنجدد علاقتنا بشخصك، حياة الصلاة فينا تكبر كل يوم يا رب. لدينا شجاعة وقناعة وثقة يا رب. بشكرك لأجل هذه الكنيسة اللي حفظتها طول السنين، واثق أنك تحفظها حتى مجيئك يا رب. بس مش بس حفظ لكن كمان قوة، مش بس قوة لكن امتداد، مش بس امتداد لكن ربح نفوس، مش بس ربح نفوس لكن تضاعف وتلمذة ونفوس تخرج تنور في كل مكان. شكرك انك لمست القلوب وكلمت القلوب، ثبت الكلمه بداخلنا. اسمعنا رب عند الركب شكرك قليل. ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان نعمه ربنا يسوع المسيح، محبه الله الاب، شركة وعطية الروح القدس تكون معنا تدوم فينا من الآن وإلى أبد الأبدين آمين.